بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات مقرر نظم المعلومات الإدارية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في هذه المحاضرة التي تأتي ضمن مقرر نظم المعلومات الإدارية، وهو من متطلبات درجة بكالوريوس إدارة الأعمال من كلية الدراسات التطبيقية وخدمة المجتمع جامعة الدمام، بالتعاون مع عمادة التعليم عن بعد. في هذه المحاضرة سوف نستكمل ما قد بدأناه بالكلام عن مناهج تطوير نظم المعلومات الإدارية في المحاضرة السابقة، والتي قمنا فيها بعرض الموضوعات التالية: تكلمنا عن مفهوم تجزئة النظام بشكل عام، ثم تكلمنا على طرق بناء نظام البدائل، ثم تكلمنا عن مراحل دورة حياة تطوير النظام، وبالتحديد تكلمنا فيها عن مراحل التحليل والتصميم والتنفيذ. وسوف نقوم في هذه المحاضرة بمراجعة تلك النقاط التي كنا قد تكلمنا عليها في المحاضرة السابقة، ثم سنبدأ إن شاء الله في استكمال هذا عرض هذه الجزئية من الكلام على مناهج تطوير نظم المعلومات الإدارية. كنا في هذا الفصل تكلمنا في المحاضرة السابقة على تطوير نظم المعلومات بشكل عام، وقلنا أن فاعلية النظم تعتمد على مدى تطور الأجهزة والبرمجيات التي تمتلكها المنشأة من جهة، وعلى العناصر البشرية القائمة على تشغيل وتطوير هذه البرمجيات من جهة أخرى، تبعا للحاجات المتزايدة من المعلومات التي تحقق لها الميزة التنافسية. وقلنا أن القدرة على التحليل السليم وتصميم وتطبيق النظام هي من الأسباب الرئيسية التي تجعل عملية تطوير نظم المعلومات الإدارية عملية ناجحة. وقبل البدء في التعرف على طرق تطوير نظم المعلومات، لا بد من أن نتعرف على مفهوم تجزئة النظام، وهو الأساس الذي تعتمد عليه عملية تحليل النظم. وقد قلنا عن تجزئة النظام بأن فكرته تقوم على أساس أن أي نظام ما هو إلا نظام فرعي في نظام أكبر، وصولا إلى النظام الكوني. لذلك تقوم الفكرة على تجزيء نظام المنشأة إلى نظم فرعية أصغر فأصغر وإلى عدة مستويات، والوصول إلى الحدود البيئية بين النظم الفرعية لتشكل مخرجات أي نظام فرعي مدخلات لنظام فرعي آخر، والتي تعتمد على التحليل من أعلى إلى أسفل كما بينا في الشكل التالي. وجدنا أن النظام الكبير هو نظام المعلومات الإداري، والذي قسمناه طبعا لما قلنا في الفصول السابقة إلى نظام التسويق والمبيعات، ونظام المحاسبة والمالية، ونظام التصنيع والإنتاج، ونظام إدارة الموارد البشرية. ومثلا عندما تكلمنا عن نظام المحاسبة والمالية قسمناه إلى نظامين أساسيين، هما نظام المحاسبة ونظام المالية. وقمنا بتقسيم نظام المحاسبة إلى أنظمة فرعية أيضا، مثل نظام معالجة الأوامر والذمم المدينة والذمم الدائنة والأستاذ العام. كما قسمنا نظام المالية إلى أربعة أنظمة أيضا، هو مثل نظام إدارة النقد وإدارة الاستثمار والميزانية الرأسمالية والتخطيط المالي. هذا التقسيم أو هذه التجزئة للنظام الكبير وهو نظام المعلومات الإدارية هو تقسيم
كان وتجزيء، كان الهدف منه تركيز الوظائف والمعالجة لكل من هذه الأنظمة، بحيث أن يكون كل نظام فرعي مسؤول عن أهداف معينة والوصول إلى تلك الأهداف وتحقيق هذه الأهداف مع، ويمكن أن يترابط مع الأنظمة الأخرى ويتكامل معها بشكل أو بآخر. وتطرقنا إلى طرق بناء نظام البدائل، وقلنا أنه بما أن هناك العديد من أنواع الأنظمة، فإن هناك العديد من طرق بدائل مختلفة لبناء النظام، منها المنهج التقليدي لبناء النظام، والنموذج التجريبي، وتطبيقات الحزم البرمجية، وتطوير المستخدم النهائي، وأخيرا التزود من الخارج. 5 طرق مختلفة أو 5 بدائل طرق لبناء نظام البدائل. تكلمنا في المحاضرة السابقة على المنهج التقليدي أو جزء من المنهج التقليدي. تكلمنا في هذه الجزئية أن المنهج التقليدي يعتمد في تطوير النظام، يعتمد على دورة حياة النظام المنظمة بشكل عام، والتي قسمناها حقيقة إلى 4 مراحل أو 5 مراحل. هي مرحلة تحليل النظام، ومرحلة تصميم النظام، ومرحلة تطبيق النظام، وأخيرا مرحلة إدامة النظام. ونحن قلنا أنه يمكن أن تقسم هذه المراحل إلى مراحل فرعية أخرى، ولكن هذه هي المراحل الأساسية في مراحل دورة حياة المنظمة. تكلمنا على هذه الدورة كما قلنا الـ SDLC، وقلنا أنه هنا في هذا المنظور ينظر لها ب5 مراحل مختلفة، حيث أنه قد قسم مرحلة إدامة النظام إلى مرحلتي التستنج والإيفاليويشن والإيفوليوشن. هذه المرحلتين هما في الحقيقة نحن نظرنا لهم أنهم مرحلة إدامة النظام بشكل عام. قلنا أن مرحلة تحليل النظام، مفهوم التحليل تكلمنا عنه، وقلنا أنه يقصد بتحليل النظام دراسة النظام الموجود من حيث البيانات والحقائق المتعلقة بالنظام، وتحديد الكينونات والعلاقة المنطقية التي تربط هذه الكينونات من أجل إيجاد نظام جديد أو تحسين النظام القائم بشكل عام. وقلنا أن مرحلة تحليل النظام لها مبررات أو لها أسباب، من أهم هذه 4 مبررات رئيسية: إما أن النظام الحالي هو نظام غير فعال، قد يكون النظام الحالي ضعيف في تحقيق الأهداف المتوخاة منه، مما يعيق عمل الإدارة بشكل عام ويدعوها للتفكير في تحليل النظام للوصول إلى نقاط الضعف والسيطرة عليها لتحقيق الفاعلية في دعم الوظائف الإدارية. كما من المبررات أيضا ظهور متطلبات جديدة، قد تظهر متطلبات جديدة في المنظمة يعجز النظام الحالي عن الإيفاء بها، لذا تقوم الإدارة بتحليل النظام للوصول إلى حل لهذه المشاكل حتى يحقق النظام الأهداف الجديدة المرجوة. إذن أولا النظام غير فعال، أو أن هناك متطلبات جديدة قد ظهرت، أو أن تكنولوجيا جديدة ظهرت. ويدعو ظهور التكنولوجيا متقدمة سواء في الأجهزة أو البرمجيات الإدارة إلى التفكير بالاستفادة من التكنولوجيا الجديدة للمساعدة في سرعة ودقة تحقيق أهداف الإدارة. وهنا يجب أن يكون للإدارة استشعار جيد لمدى الاحتياج لتطبيق مثل هذه التكنولوجيا الجديدة، لأن الانسياق وراء كل تكنولوجيا جديدة قد يؤدي بنا إلى عدم استقرار النظام بشكل عام، قد يؤدي بنا إلى ظهور مشكلات في التعامل مع تطوير النظام بشكل مستمر، مشكلات سواء مع الموارد البشرية، مع الموظفين، مع المستخدمين للنظام في التغيير المستمر، أو حتى مع التكيف مع
موارد المنظمة. يجب التأكد أن هذه التكنولوجيا الجديدة أنا فعلا أحتاجها للتطور، وإن لم أكن أحتاجها فلن أتقدم فيها أو لن أعمل عليها على الوصول إليها. رابعا، إجراء التحسينات الشاملة في النظام، وهذا هو يحدث دائما في أي نظام بشكل عام، فنحن نسعى دائما إلى التطوير بعد فترة حتى يكون هناك استدامة للنظام وجودة للنظام، فيجب دائما أن نسعى إلى عمل تحسينات شاملة. قد تسعى الإدارة إلى إجراء تلك التحسينات الشاملة سواء في تشغيل أو معالجة المعلومات، والتي سبق أن أعدت في فترات سابقة، لذا لابد من إجراء التحسينات عليها بشكل يجعلها تواكب التطورات السريعة الحاصلة في مجال نظم المعلومات. إذن أسباب أو مبررات تحليل نظم المعلومات تتلخص في أربعة نقاط رئيسية: إما أن النظام غير فعال، أو ظهور متطلبات جديدة، أو ظهور تكنولوجيا جديدة، أو إجراء التحسينات الشاملة في النظم بشكل عام. وقلنا أن مرحلة تحليل النظام تحتوي على مجموعة من الخطوات، هي الإعلان عن دراسة النظام، تنظيم فريق المشروع، تحديد الاحتياجات من المعلومات، وإعداد مقترح مخطط التصميم، وقبول أو رفض هذا المشروع من قبل المديرين، وسادسا وأخيرا دراسة الجدوى. تكلمنا عن كل هذه الخطوات الستة بشيء من التفصيل، وقلنا أنه يمكن تلخيص هذه مرحلة تحليل النظام أو خطوات تحليل النظام في هذا المخطط، حيث تبدأ بالإعلان عن دراسة النظام التي يجب أن تعلن للموظفين والعاملين والمستخدمين حتى يكونوا على استعداد لتقبل فكرة أن النظام يمكن أن يتم تغييره. ثانيا، تنظيم فريق المشروع، يحدد فريق المشروع، ومن المستحسن في بعض الأحيان أن يكون هذا الفريق يحتوي على بعض المستخدمين لإضافة رؤية المستخدم لرؤية المحلل. ثالثا، تحديد الاحتياجات من المعلومات، وفي هذه المرحلة يتم جمع المعلومات المختلفة للنظام بوسائل جمع المعلومات السبعة التي عرضناها في أثناء المحاضرة السابقة. ثم يتم الانتقال إلى إعداد المخطط التصميم الذي يحتوي على وثيقة التصميم التي تقول ماذا نحتاج من هذا النظام بشكل عام. ثم يعرض هذا المخطط، مخطط التصميم يعرض على المديرين لقبوله أو رفضه، وفي حال قبوله يتم الانتقال إلى مرحلة دراسة جدوى هذا المشروع بشكل عام، سواء من نواحي الجدوى المختلفة، سواء كانت فنية أو اقتصادية أو تشغيلية. بعد ذلك انتقلنا إلى مرحلة الكلام على مرحلة تصميم النظام، وقلنا أنه بعد أن يتفهم أن يتم تفهم النظام الجديد الموجود ومتطلبات النظام المرغوب الجديد، فإن من طريق المشروع يمكن أن يحدد تصميم النظام الجديد. ومفهوم التصميم ببساطة هو تحديد المعالجات والبيانات المطلوبة من النظام الجديد، وتحديد الأنواع المتخصصة من التجهيزات والبرمجيات اللازمة للنظام الجديد. في مرحلة التصميم هناك أيضا مجموعة من الخطوات تلخصناها في هذه النقاط: إعداد التصميم التفصيلي للنظام، تحديد بدائل مكونات النظام، تقييم هذه البدائل، ثم اختيار أفضل تكوين، ثم إعداد مقترح التنفيذ، ثم أخيرا قبول أو رفض تطبيق هذا النظام. نستطيع القول أيضا أن خطوات تصميم التصميم التنظيم يمكن تلخيصها في هذا في هذه هذا المخطط، حيث نرى أن نبدأ بمرحلة إعداد التصميم التفصيلي للنظام. في هذه المرحلة نقوم بتحديد المكونات الأساسية التي نرغب في التعامل معها، تحديد بدائل المكونات، تقسيم النظام. في المرحلة الأولى نقوم بتقسيم الهيكل، ثم في كل
نظام فرعي له بدائل مختلفة، نحدد هذه البدائل. كل هذه وظيفة محلل النظم الذي يقوم بتحديد مجموعة من البدائل لكل نظام فرعي، ثم يجلس في المرحلة التالية هو والمدير سويا لتقييم هذه البدائل، بدائل التكوينات للنظام المختلفة، لاختيار البدائل الأفضل في كل مكون من المكونات، ثم اختيار أفضل تكوين ممكن بشكل عام على مستوى الأنظمة الفرعية كلها، التكوين المتجانس من هذه الأنظمة الفرعية الجديدة، ثم الانتقال إلى مرحلة إعداد مقترح التنفيذ بشكل عام، وأخيرا الانتقال إلى قبول أو رفض تطبيق النظام بشكل عام. انتقلنا بعد ذلك إلى مرحلة التنفيذ، وهذا سيكون سندرجه كجزء من محاضرتنا لليوم إن شاء الله. محتوى هذه المحاضرة سوف نتكلم على مرحلة تنفيذ النظام، سوف نتكلم على طرق أداء التحول بشكل عام، ثم سنتكلم على مرحلة استخدام النظام، ثم النموذج التجريبي، ثم تطبيقات الحزم البرمجية، ثم تطوير المستخدم النهائي، ثم أخيرا التزود من الخدمة. ويجب أن ننوه أن هذه الأربعة الأخيرة هي أيضا من أنواع طرق التحول، طرق تطوير النظم، بالإضافة للطريقة التقليدية التي نحن بصددها الآن. نبدأ مع مرحلة تنفيذ النظام، وهي المرحلة الثالثة في تنفيذ في أي نظام، التعامل في تطوير أي نظام أو في دورة حياة تطوير النظام. مفهوم التنفيذ ببساطة هو امتلاك وتكامل الموارد المفاهيمية والمادية والتي تنتج نظام كامل. ويمكن تحديد خطوات مرحلة التنفيذ النظام في مجموعة من الخطوات نلخصها فيما يلي: أولا التخطيط للتنفيذ، ثانيا الإعلان عن التنفيذ، ثالثا الحصول على موارد الأجهزة، رابعا الحصول على موارد البرمجيات، خامسا تجهيزات قواعد البيانات، سادسا إعداد التسهيلات المادية، وسابعا تثقيف المشاركين والمستحوذين، وثامنا وأخيرا مرحلة التحول للنظام الجديد. هذه المراحل الثمانية أو هذه الخطوات الثمانية في مرحلة التنفيذ لا نخطو إليها خطوة إلا بعد التأكد من أننا سوف وافقنا على مقترح التصميم الذي تم تقديمه من فريق المشروع، لأن الانتقال إلى مرحلة التنفيذ هو انتقال يحتوي على تكاليف عالية، تحتوي على تغييرات حقيقية على أرض الواقع، فيجب هنا اتخاذ كل التدابير والتأكد من أنني بالفعل أريد الانتقال إلى هذه المرحلة قبل أن أبدأ في خطواتها فعلا. في مرحلة التنفيذ الخطوة الأولى هي التخطيط للتنفيذ. قبل وضع أي نظام جديد موضع التنفيذ، فإن المديرين ومتخصصي نظم المعلومات لا بد أن يملكوا فهما واضحا لعمل النظام، حتى يمكن استخدام هذه المعرفة لتطوير تفاصيل خطة التنفيذ التي عرضت في المرحلة السابقة. في الخطوة الثانية هي الإعلان عن التنفيذ. بعد أن تم فهم هذا المخطط أو فهم خطة التنفيذ التي نريد تنفيذها، فإنها نقوم بإعلان عن التنفيذ. لا بد أن تعلن خطة التنفيذ كما في الدراسة التي قدمت في مرحلة التصميم. الهدف من هذا الإعلان هو إبلاغ العاملين في اتخاذ القرار لتنفيذ النظام الجديد، وهذا يساعد في فكر تقبل النظام الجديد والذي نحن بصدد التعامل معه، وبصدد مقابلة مجموعة أو قوى مضادة هي قوى مقاومة التغيير. ولذلك لابد من التمهيد الجيد أننا سوف نبدأ في التنفيذ، وعلى كل الجهات المعنية أن تساهم في هذا التنفيذ، كل بما خطط له في مرحلته
أو في خطة التنفيذ التي استعرضت مسبقا. الخطوة الثالثة هي الحصول على موارد الأجهزة. نحتاج إلى أجهزة، لذلك سنذهب إلى الموردين، سنطالبهم بالأجهزة، تصميم النظام يجعل الموردين جاهزين لتقديم التجهيزات والتقسيمات المختلفة كما هو موجود في المخطط، حيث يقدم كل مورد عرض بالتجهيزات ضمن الوصف الوظيفي له لهذا التجهيزات، كما يحدد الجدولة اللازمة لتوريد التجهيزات لتكون جاهزة للاستخدام في الوقت المناسب والمحدد. وعندما تصل جميع العروض من الموردين يتم دراستها وتحليلها من قبل لجنة توجيه نظم المعلومات الإدارية، حيث يدعم متخصص النظم هذا الخيار بتقديم التوصيات المناسبة لتحديد العرض الأنسب بشكل عام. هنا يجب هنا أن تكون إدارة المشتريات لها دور عالي في هذه المرحلة، لأن إدارة المشتريات هي التي تقوم بتحديد المشتريات التي سنقوم بشرائها، ستقوم بالتواصل مع الموردين المختلفين باختلاف درجاتهم واختلاف أنواعهم وحسب نوعية الموارد التي نحتاجها، الأجهزة التي نحتاجها. وهنا تقدم العروض ويبدأ ممكن يكون من خلال مناقصات أو من خلال بشكل أو بأي أسلوب من أساليب فتح العروض واختيار العروض المناسبة بما يتناسب مع ما هو محدد في العرض الفني المقدم من مرحلة المرحلة السابقة اللي هي مرحلة التصميم. بعد ذلك تأتي مرحلة الحصول على موارد البرمجيات. كما حصلنا على الأجهزة نحتاج إلى البرمجيات التي ستشغل هذه الأجهزة. يستخدم المبرمجون وثيقة محللي النظم كنقطة أولى عندما تقرر الشركة إنشاء تطبيقات البرمجية الخاصة بها، وقد يعد المبرمجون وثيقة تفصيلية لذلك مثل خرائط تدفق للبرامج وإعداد الترميز واختيار البرامج التي سوف يقوم باستخدامها بشكل عام. بعد ذلك تأتي مرحلة تجهيزات قاعدة البيانات. والحقيقة أننا هنا في الفصل القادم سوف نتكلم على قواعد البيانات وتركيب قواعد البيانات، نتفهم بشكل أعمق ما هي قاعدة البيانات لأهميتها البالغة في نظم المعلومات بشكل عام. ومبدئيا هنا نتكلم تشكل قاعدة البيانات، هي تشكل جميع البيانات المتعلقة بالأنشطة في النظام، وهذا يتضمن إعداد قاعدة البيانات حيث يتم جمع البيانات أو إعادة صياغة للمعلومات الموجودة. أما إذا كانت الشركة جاهزة لاستخدام نظم إدارة قواعد البيانات فإنها ستلعب دورا في اختيار هذه البرمجيات التي ستستخدم لإدارة قواعد البيانات. المرحلة السادسة هي إعداد التسهيلات المادية. وعندما لا تكون أجهزة النظام متوائمة مع التسهيلات الموجودة فمن الضروري أن يتم الاستحواذ على بناء نظام جديد أو إعادة النمزجة للنظام القائم، إما نغير في التسهيلات المتاحة، إما نضيف تسهيلات موجودة جديدة، إما نحاول أن نكيف التسهيلات الحالية بما يتناسب مع نظام الجديد. أخيرا تثقيف المشاركين والمستحوذين. في هذه المرحلة سيؤثر النظام الجديد بالتأكيد على الأفراد حيث مدخلو البيانات، كتاب الترميز وبعض الإداريين الآخرين، وكذلك أشخاص آخرين سوف يستخدموا مخرجات هذا النظام. لذلك لا بد من تثقيف هؤلاء جميعا حول الأدوار التي سيؤدونها في النظام، تثقيفهم من خلال دورات تدريبية، تثقيفهم من خلال إعداد بروشورز أو إعداد مانيوالز أو ما تسمى دليل للمستخدم لكل هذا النظام، كل واحد من أنواع المستخدمين بشكل أو بآخر، حتى يتعرف كل منهم على كيفية أداء دوره بشكل جيد مع هذا النظام الجديد. المرحلة الثامنة أو الخطوة الثامنة الهامة في مرحلة تنفيذ النظام هي بعد أن تمت كل هذه النقاط
تأتي مرحلة التحول. والتحول ببساطة هي عملية التغيير من النظام القديم إلى النظام الجديد، وتعتبر عملية التحول جزءا من دور الحياة التطوير بشكل عام. فإقناع العاملين والمستفيدين من النظام الجديد غاية في الأهمية، إذ يمكن أن يعتقد العاملون أن هذا النظام الجديد هو تهديد لاستقرارهم في المنظمة. ومثل هذا الاعتقاد قد يؤدي كما قلنا إلى مقاومة النظام، لذا لابد من تذليل ذلك بإشراك الموظفين والمستفيدين بشكل فعال في دورة حياة تطوير النظام بشكل أو بآخر. أيضا أن توضيح أثر النظام على العاملين سواء في المهام والواجبات أو الأثر على الهيكل العام التنظيمي والمناصب الإشرافية والتخطيط المتقن ضروري في هذه المرحلة، وعلى المحلل أن يتوخى الدقة والحذر لضمان حصول النظام على المدخلات المطلوبة وتحضير الموقع وتحويل الملفات المطلوبة. أيضا وقبيل عملية التحويل ينبغي تكوين الملفات الرئيسية وقواعد البيانات للنظام ومراجعة قوائم الملفات الرئيسية الجديدة. إذا لم تتم عملية التحول بشكل سليم فلن يكون بالإمكان تشغيل النظام الجديد بشكل عام. ودعونا هنا نتكلم على طرق أداء التحول التفاعلي أو الفعلي للنظام بالكامل. نريد هنا أن نحول من نظام إلى نظام. هناك أساليب مختلفة لعمل مثل هذا التحويل. إذا أردنا أن نحول من نظام موجود بالفعل إلى نظام جديد فيجب أن يتم هذا باستراتيجية معينة، لأن التحول العشوائي قد يؤدي إلى عدم جدوى لا النظام القديم ولا النظام الحديث، ولن يتمكن في لحظة من اللحظات أن نعمل بالنظامين سويا. نحتاج هنا أن يكون هناك تحول سلس، تحول دون الحاجة إلى توقف النظام، لأن الاستدامة شيء هام، استدامة النظام في العمل شيء مهم، لا يجب أن يتوقف النظام. لا يجب أن أقول أنني سوف أخذ فترة كذا لمدة شهر أو كذا حتى أنقل للنظام الجديد، لا، يجب أن تتم العملية بانسيابية من النظام القديم إلى النظام الحديث، لأن الانتقال عشوائيا يحتوي على مشكلة، والانتقال بتوقف غير مرغوب وغير مطلوب بالمرة، إذ يجب استمرارية الشركة أو المنظمة في عملها، لا يجب أن نأخذ احتمالية توقف العمل في شكل المنظمة، يجب أن تعمل المنظمة دائما. لذلك يجب أن يتم التحول الفعلي للنظام الكامل بشيء من الاستراتيجية، لا يجب أن يتم بشكل عشوائي. وسنستعرض الآن هذه طرق أداء التحول الفعلي للنظام الكامل. هم من هذه الطرق التحول الاسترشادي أو الاستطلاعي اللي بنسميه البايلوت كونفرجن. الطريقة الثانية هي التحول المباشر الدايركت كونفرجن. الطريقة الثالثة هي التحول الطوري أو المرحلي. وأخيرا الطريقة الرابعة اللي هي التحول المتوازي أو البارل كونفرجن. تعالوا نشوف هذه الطرق الأربعة للتحول ومميزات كل طريقة أو كيف تعمل كل طريقة بشكل عام. أولا طريقة التحول تحول الاسترشادي أو الاستطلاعي أو البايلوت كونفرجن. فكرتها ببساطة إن أنا باخد واحد من مجالات الوظيفية، واحد من النظم الفرعية داخل النظام الجديد وأطبقه، ثم أبدأ في تطبيق الأنظمة التالية، وبعد التأكد من أنه يعمل بشكل جيد فأبدأ أن أنتقل بالأنظمة الأخرى تدريجيا داخل إلى النظام الجديد. الفكرة ببساطة تضمن تطبيق النظام الجديد على جزء مختار من حقل العمليات الكلية للتطبيق النهائي.
كأن يكون في قسم معين أو منطقة وظيفية محددة أو منطقة جغرافية محددة. وعند نجاح النظام الجديد والسيطرة على كافة المشكلات التي يمكن أن تظهر، لأننا عند التنفيذ ممكن أن يعطش مشكلات، عند تطبيق النظام ممكن أن تحدث مشكلة مفاجئة. فإذا طبقتها على النظام كله مرة واحدة، من مميزات هذه الطريقة أنه لو حدث أي فيليور أي مشكلة، فإن هذا الفيليور سيتم على هذه المرحلة أو على هذه الجزئية أو على هذه المنطقة الوظيفية أو القسم أو المنطقة الجغرافية التي اخترناها دون باقي النظام. فيمكن تدارك هذا بشكل جيد مع استمرارية النظام القديم في باقي الأجزاء. فإذا تأكدنا أن نجاح النظام الجديد في هذه المنطقة أو في هذا القسم، وتمت السيطرة على كافة المشكلات الناتجة عن التغيرات والأجهزة والعاملين، يتم تعميمه وتطبيقه بالكامل على باقي المنظمة، علما أنه بالإمكان وضع النظام موضوع التنفيذ بشكل متزامن أو مباشر أو طوري ضمن حدود المنطقة الجغرافية الاسترشادية. يعني الشكل اللي احنا نشوفه دلوقتي ده شكل يوضح كيف يتم هذا التحول الاسترشادي او الاستطلاعي. ببساطة اذا نظرنا هذه هي الوحدة التنظيمية التي قمنا بتنفيذ النظام الجديد عليها، وهذا باقي النظام يعمل على النظام القديم. عند اصلاح والتأكد ومن نجاح هذا النظام الجديد على هذه الوحدة، يتم تعميمه على باقي الوحدات. لذلك سمي استرشادي أو استطلاعي، لأننا نقوم بالاسترشاد بهذه الوحدة سواء كانت منطقة وظيفية أو منطقة جغرافية، التأكد من أن هذه الوحدة تعمل بشكل جيد. إذا حدثت مشكلات، ميزة هذا النظام أو هذا التحول أو هذا النوع من التحول أنه إذا حدثت مشكلات في الانتقال، فإنها مشكلات سيتم حدوثها على هذه الوحدة فقط الاسترشادية، عند حل المشكلات يمكن التطبيق لباقي النظام. فلن أخسر باقي النظام، سيظل النظام عاملا في باقي الوحدات وباقي الأجزاء إلى أن يتم إصلاح هذه المشكلة إذا حدثت مشكلة في هذه الوحدة التنظيمية التي تم الاسترشاد بها للتعامل مع النظام الجديد. أما الطريقة الثانية فهي طريقة ما يسمى بالتحول المباشر أو الدايركت كونفرجن. الدايركت كونفرجن يتضمن إنهاء استعمال النظام الجديد في نهاية عمل يوم واحد، وفي اليوم التالي ابتداء العمل بالنظام الجديد مباشرة. تطبيق هذه الطريقة في الغالب في الشركات الصغيرة أو المدن الصغيرة، لأنه لا يصلح في المدن الكبيرة، لأنه قد يؤدي إلى مشكلات كبيرة إذا كنا غير مستعدين بشكل جيد وغير متأكدين بنسبة عالية من نجاح النظام الجديد، لحدوث أي أسباب أو مؤثرات خارجية قد تؤثر أو داخلية حتى قد تؤثر في وجود أو في صلاحية هذا النظام أو في نجاح هذا النظام الجديد. هذه الطريقة ميزتها هي أنها سريعة في النقل، التحول هنا تحول مباشر، تحول سريع. كنا في نظام وانتقلنا إلى نظام آخر بسرعة، ومن نقطة من يوم إلى الثاني أصبح النظام الثاني يعني. ولكن لها عيوب بالتأكيد، فهي مثلا هذه الطريقة، طريقة التحول المباشر، إذا كان النظام الجديد يحتوي مشكلات، فإن الانتقال هذا الانتقال السريع قد يؤدي إلى توقف الأعمال في كامل أرجاء المنظمة بشكل كبير عند التحول المباشر. أيضا هذا التحول المباشر قد يؤدي إلى أن صدمة التغيير عند الموظفين تكون عالية ومفاجئة لكل موظفي الشركة، مما قد يسبب ربكة أو يسبب عدم اتزان في عمل الشركة عند لحظة الانتقال. إذا نظرنا هنا لشكل هذه العملية بفكرة ببساطة، والتحول المباشر ببساطة هو أننا في اليوم العمل نون، يوم العمل اللي هو يوم مثلا نقول يوم 17/11 كان العمل بهذا النظام القديم، وفي يوم العمل 18 انتقلت الشركة كلها أو المنظمة كلها إلى النظام الجديد. وهنا كما قلنا هو نظام سريع، هي فكرة سريعة، طريقة سريعة للتحول مباشرة، لكنها لها عيوبها كما ذكرنا. الطريقة الثالثة في طرق أداء التحول التفاعلي للنظام الكامل هي التحول الطوري أو ما يسمى بالتحول المرحلي. في هذه الطريقة يتضمن التحول الطوري
إخراج النظام القديم تدريجيا جزء بجزء واستبداله بالنظام الجديد بذات الوقت. فمثلا يمكن البدء في معالجة الحسابات للمدينة المفتوحة حديثا بالنظام الجديد مع استمرار معالجة الحسابات القديمة بالنظام القديم، ثم يحل النظام الجديد محل النظام القديم عن طريق التدوير التدريجي للحسابات القديمة أو التحول الكامل في موقع جغرافي، ثم يتبع موقع جغرافي آخر. وهذا النوع من التحول شائع في النظم الكبيرة، ومن الملاحظ ضرورة تشغيل النظامين القديم والجديد معا في أسلوب التحول الطوري مع ربط مخرجات النظامين للحصول على صورة كاملة. طبعا هنا الفكرة ببساطة أننا سنظل نعمل بالنظام القديم، ولكن سنبدأ كل معاملة جديدة يتم تنفيذها بالنظام الجديد مع بقاء المعاملات القديمة بنفس أسلوب النظام القديم وتغييرها للنظام الجديد تدريجيا وبهدوء. أولا هذه الطريقة تستغرق وقت طويل حتى يتم التحول الكامل من النظام القديم إلى النظام الحديث، هذه مشكلتها، لكنها هي طريقة آمنة بشكل كبير، وخصوصا بالنسبة للنظم الكبيرة هي طريقة آمنة للانتقال السلس الهادئ من نظام قديم إلى نظام حديث، حيث أننا دائما لدينا النظام القديم يعمل في حال أن النظام الحديث فشل في أداء مهمته لسبب أو لآخر، فنحن هنا بصدد أن نكون قادرين على التعامل مع النظام القديم، عدم توقف أعمال الشركة أو أعمال المنظمة بشكل فجائي لأي أسباب تخص النظام الجديد. هذا الانتقال التدريجي للتعامل مع المعاملات له الميزة الأساسية أنه انتقال تدريجي، فهو تغير تدريجي، وبالتالي لن سيصل إلى الموظفين أو المستخدمين أو مقامات التغيير ستكون ضعيفة إلى حد ما، ولكن عيبه أن الموظف في لحظة ما سيكون مطالبا للعمل مع نظامين مع نفس الموظف في نفس المنطقة الوظيفية، سيكون مطالب بأن يعمل على السجلات القديمة بالنظام القديم والسجلات الحديثة بالنظام الجديد، وهذا قد يؤدي إلى تشتت الموظف وعدم قدرته على استيعاب عملية التغير بشكل أو بآخر. الطريقة الرابعة من طرق أداء التحول الفعلي للنظام الكامل هي التحول المتوازي. في هذه الطريقة ببساطة يتضمن التحول المتوازي تشغيل كلا النظامين القديم والجديد بشكل متزامن، وعند التأكد من تمام السيطرة على النظام الجديد يتم التخلي عن القديم، ويتطلب التحول المتوازي الكثير من جهد العاملين، إذ لابد من تشغيل النظامين معا ومقارنة النتائج باستمرار والتي قد تستمر لعدة أشهر، ومقارنة قواعد البيانات ومقارنة المحتوى. أيضا هناك مشكلة أن النظامين بيعملوا في وقت واحد، فأنت تحتاج أن يكون النظامين بيعملوا على نفس قاعدة البيانات حتى لا يحدث تضارب بين النظامين. هذا النظام مجهد جدا، حاله مثل حال النظام التحول الطوري السابق، فهو أيضا هنا يحتاج أن يكون النظامين يعملا في نفس التوقيت. وعند التأكد من أن النظام الجديد تم، هي هنا more secure، أكثر أمانا من الطرق الأولى، ولكنها مجهدة ومكلفة بشكل عام من حيث الجهد المبذول من العاملين في المنظمة. هنا التحول المتوازي شكل يوضح هذا التحول. هنا النظام الجديد والنظام القديم يعمل معا، وفي كل مرة نقوم بمقارنة النتائج، وعند تطابق النتائج في النظام القديم والنظام الحديث أننا نطمئن للنظام الجديد، وفي وقتها نستطيع التخلي عن النظام القديم ببساطة ودون مشكلات واضحة. إذن كما قلنا في تنفيذ النظام، يمكن تلخيص تنفيذ النظام في خطوات تنفيذ النظام: في التخطيط للتنفيذ، ثم الإعلان عن التنفيذ، ثم الحصول على موارد الأجهزة، ثم الحصول على موارد البرمجيات، ثم تجهيزات قاعدة البيانات، ثم إعداد التسهيلات المادية، ثم
تثقيف المشاركين، وأخيرا التحول كما قلنا بأنواعه المختلفة وبطرق التحول المختلفة. المرحلة التالية بعد ذلك اللي هي مرحلة استخدام النظام أو use system، ومفهوم الاستخدام ببساطة تعتبر مرحلة استخدام النظام من المراحل الهامة التي تحدد مدى تحقيق النظام للأهداف الموضوعة. سوف نقوم باستخدامه، إذن سنتأكد إذا كان سيؤدي الأهداف أم لا. لن يظهر صلاحية النظام ومدى تحقيقه لأهدافه إلا عند التعامل مع تحقيق النظام الأهداف الموضوعة بشكل أو آخر، أو التأكد من أنه سوف يؤدي الأهداف الموضوعة. خطوات مرحلة استخدام النظام، خطوتين أساسيتين اللي هما استخدام النظام ثم تدقيق النظام. يعني ببساطة نحن سنستخدم النظام، نتأكد أنه يعمل، نتأكد أنه سيؤدي المفردات أو الأهداف المطلوبة منه، ثم ندقق هذا النظام، نتأكد من أنه يقوم بالخطوات بشكل صحيح دون أن يكسر أي من أهداف النظام بشكل عام. إذا الخطوة الأولى اللي هي خطوة استخدام النظام، ببساطة نقول يستخدم المستفيدون النظام لمقابلة أهدافهم المحددة كما ذكر في مرحلة التخطيط. فعندما خططنا في أول الأمر فنحن قلنا أن هناك أهداف وأهداف محددة، هذه الأهداف نسعى إلى تحقيقها، وعند استخدام النظام سيظهر إذا ما كانت هذه الأهداف قد تم تحقيقها أم لم يتم تحقيقها. المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية في مراحل استخدام النظام هي تدقيق النظام. بعد أن يتم اعتماد النظام فإن دراسة رسمية توجيهية لابد أن تتم لتحديد ما هي كفاية معايير الأداء. كفاية معايير الأداء، هذه الدراسة تدعى المراجعة بعد التنفيذ. بعد أن يتم التنفيذ يتم المراجعة مرة أخرى، وقد يقوم بهذه الدراسة خدمات النظام أو مدقق داخلي، وقد تكون دراسة منفصلة ثم تقدم نتائج دراسة التدقيق إلى CIO والMIS وإلى المستخدمين، ويمكن أن تعاد هذه المعالجة على قاعدة سنوية خلال فترة استخدام النظام. إذن هنا يجب أن يتم التدقيق، هل كافة المعايير التي حددناها للأداء محققة، وهل هذه المعايير كافية لتقييم الأداء أم أننا نحتاج إلى معايير إضافية. الدراسة تسمى المراجعة بعد التنفيذ، وهذه الدراسة دراسة المراجعة بعد التنفيذ بيقوم بها مين؟ بتقوم بها خدمات النظام، يقوم بها مدقق داخلي، يقوم بها مجموعة من المدققين سواء من الخارج أو الداخل، وهذه الدراسة تقدم للCIO وتقدم للمانجمنت انفورميشن سيستم علشان وللمستخدمين أيضا تقدم علشان يقدروا يراجعوا معاييرهم إذا كانت معايير صحيحة أو خاطئة، ويمكن أن تكرر هذه الدراسة بشكل سنوي أو بشكل دولي يعني بشكل عام خلال فترة استخدام النظام بشكل عام. المرحلة الأخيرة هي مرحلة الإدامة، وتتضمن إدامة النظام التعديلات التي تجري على النظام لإزالة أي أخطاء إضافية فيه تحدث في بيئة النظام، وتتطلب تغييرات في التصميم أو البرمجيات للإيفاء بالمتطلبات والمستجدة لمعالجة البيانات، وتدعى التعديلات التي تجري على النظام في هذه الحالة بإدامة النظام. إذن إدامة النظام هي تلك التعديلات التي نقوم بإجراءها على النظام من وقت إلى آخر للتأكد من أن النظام لا يحتوي على الأخطاء، وإذا كان يحتوي على الأخطاء فيجب تصحيح هذه الأخطاء بشكل عام. يعمل مستخدمو النظام على تحقيق أهدافهم المحددة في مرحلة التخطيط، ولتحقيق ذلك لا بد من تدقيق النظام وتحديد معايير الأداء المختلفة لهذا النظام، والعمل على إدامة النظام لضمان إزالة أي أخطاء إضافية
قد تحدث والإيفاء بالمتطلبات المستجدة لمعالجة البيانات. هنا مستخدم النظام يعمل على تحقيق أهدافهم المحددة في مراحل التخطيط التي تم تحديدها مسبقا. وعشان نحقق ده لازم ندقق في النظام، ندقق في المعايير المختلفة، نسعى إلى تغيير إلى عمل التعديلات اللازمة في النظام إذا احتاج الأمر ذلك في وقت من الأوقات. وأسباب الإدامة ببساطة، هناك مجموعة من الأسباب التي تؤدي بنا إلى إدامة النظام. أولا تصحيح الأخطاء، ثانيا الحفاظ على النظام صحيحا، وثالثا تحسين النظام بشكل عام. يبقى أولا أنا أحتاج إلى أن أصحح الأخطاء بشكل عام، الحفاظ على أن يكون النظام صحيحا إذا كان صحيحا، وتحسين النظام وتحسين أداء النظام كلما احتجت إلى ذلك. إذن أسباب إدامة النظام، أول سبب هو تصحيح الأخطاء. قد يحدث في نظام النظام خطأ برمجي ما يسمى بالسوفتوير باك، وبسبب نتيجة خاطئة أو غير مناسبة لما هو مطلوب، أو يكون هناك ضعف غير مكتشف في مرحلة التصميم، فلا بد من في هذه الحالة من تصحيح هذه الأخطاء. وهذا سبب أساسي وهام جدا من أسباب إدامة النظام، أن نتأكد أو أن نصحح الأخطاء إن وجدت والتي يمكن أن توجد سواء على مستوى البرمجيات أو على مستوى التصميم حتى في بعض الحالات. السبب الثاني من أسباب إدامة النظام هو الحفاظ على النظام صحيحا. قد تحدث تغيرات خلال الزمن في بيئة النظام تتطلب تغييرات وتعديلات في التصميم أو البرمجيات لضمان تدقق النظام. مثلا قد يحدث تغييرات في سياسات معينة للمبيعات، أو سياسات معينة للتسويق في الدولة التي فيها النظام المنظمة. وفي هذه الحالة هذه التغييرات يجب أن يتم معالجتها، يجب أن يتم التأكد من أنها من أن المعايير الموضوعة داخل النظام تحقق أو توافي هذه التغييرات التي حدثت في البيئة الخارجية، مما يؤدي إلى 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 إلى, 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 إلى وجوب التغيير في المحتويات أو في النظام بشكل عام، حتى نصل إلى أن يكون النظام متجانسا مع تلك المتطلبات الجديدة. لذلك فإن الحفاظ على النظام الصحيح صحيحا هي من أسباب إدامة النظام. السبب الثالث الذي قلنا عنه هو تحسين النظام بشكل عام. قد يرى المدير عند استخدام النظام حاجة إلى تحسين هذا النظام، وهذه الاقتراحات تمر على متخصصي النظم الذين يعملون على تعديلات النظام، وبالتالي هي سبب أيضا لإدامة النظام. قد يرى المدير وجود تغيير شاشات معينة، وجود زيادة تقارير معينة، وجود إلغاء تقارير موجودة، وجود زيادة صلاحيات لبعض المستخدمين، وجود حذف صلاحيات من مستخدمين آخرين، كل هذا في مجال تحسين النظام وهي من أسباب إدامة النظام. إذن هذا كل ما تكلمنا عنه هو في النموذج التقليدي أو المنهج التقليدي في بناء النظم. النوع الثاني للطريقة الثانية لبناء النظم هو ما يسمى بالنموذج التجريبي. والنموذج التجريبي هو عملية بناء سريعة، نظام تجريبي سريع قليل الكلفة، يزود المطورين والمستخدمين بأفكار عن شكل وعمل النظام النهائي، إذ أن المستخدم ونتيجة تفاعله مع النظام يمكن أن يعطي أفضل فكرة لاحتياجاته عن المعلومات. هنا نستخدم المستخدمين أكثر من المطورين، المطور موجود ولكن المستخدم موجود ويعطي إفادته بشكل أعلى وشكل أفضل. تعتمد عملية بناء التصميم الأولي للنموذج على فكرة التجربة والتنقية اللي هي بتسميها trying and refining، ثم التجربة مرة أخرى لبناء النظام. إذن إحنا لو فكرة عملية فكرة try and error، فكرة try refine try refine try refine، وفي كل إعادة للتجربة تعكس الاحتياجات الحقيقية من المعلومات للمستخدم بشكل أكبر.
استخدم هذه الطريقة عند صعوبة تحديد الاحتياجات المعلوماتية بشكل مسبق، ولهذا فإن المستخدمين هم الذين يحددون احتياجاتهم ضمن إمكانات النظام ووظائفه، ويعتمد ذلك على حقيقة تفاعل المستفيد مع النظام وإمكانية تعديل الاحتياجات مع خطوات التطوير. إذن هنا هذه الطريقة تستخدم متى؟ عند صعوبة تحديد الاحتياجات المعلوماتية، لذلك نتجه إلى المستخدمين أكثر لتحديد احتياجاتهم، والتي بدورها يعد الاحتياجات مع خطوات التطوير المختلفة. إذن خطوات بناء هذا النموذج، النموذج التقليدي، هناك خطوات لبناء هذا النموذج. أولا تحديد الاحتياجات المعلوماتية الرئيسية للمستخدم، حيث يعمل مصممه النظم مع المستخدم وقتا كافيا لتحديد الاحتياجات المعلوماتية اللازمة له. يعني الأول بيقعد مصمم النظم يجلس مع المستخدم عشان يشوف احتياجاته المعلوماتية إيه. ثانيا تطوير نموذج مبدئي تجريبي استنادا إلى حاجات المستخدمين، حيث يعمل مصممه النظم على تأمين نموذج سريع بواسطة البرمجيات والأدوات المساعدة. لأول بعد أن قمنا بالجلوس مع المستخدمين سوف نقوم بإعطاء نموذج مبدئي تجريبي بناء على حاجتهم، وهذا هننشئه باستخدام برمجيات وأدوات مساعدة، برمجيات جاهزة وأدوات مساعدة. يستخدم النموذج يتم استخدام النموذج وتجريبه لبيان التعديلات والتحسينات المطلوبة، والعمل على تشجيع استخدام النظام من قبل المستخدمين لتحديد مدى مقابلة النموذج للاحتياجات المعلوماتية ولجمع اقتراحات تحسين النموذج. إذن هنا حتى بعد أن استخدمنا النموذج فنحن نعلم أننا سنقوم بالتعديل عليه، سوف نعمل بأنه يحصل refinement لهذا النموذج بشكل أو بآخر. بعد ذلك الخطوة التالية هي تعديل وتعزيز النموذج في ضوء ملاحظات المستخدمين، حيث يعمل مصممه النظم على أخذ الاقتراحات والتغييرات المطلوبة من المستخدم على النموذج بعين الاعتبار، ويبدأوا يتعاملوا مع هذه المقترحات. بعد تعديل وتعزيز النموذج تعود عملية التطوير للخطوة الثالثة، وتعاد الخطوة الثالثة والرابعة حتى يتم الوصول إلى رضا المستخدم من النموذج بشكل عام. وعند الوصول إلى مقابلة جميع احتياجات المستخدم من المعلومات يبدأ تشغيل النموذج التشغيل النهائي. ببساطة تعالوا ننظر لهذه الخطوات ونلخصها في مخطط بسيط كده يوضح هذه الفكرة، خطوات بناء هذا النموذج التدريبي. أولا يبدأ بتحديد الاحتياجات الرئيسية، سوف يتم عملية تحديد الاحتياجات الرئيسية من هذا النظام. ثانيا ننتقل إلى مرحلة تطوير نموذج مبدئي بناء على هذه الاحتياجات الرئيسية من مقابلات محلل النظم مع المستخدمين التي استنتج منها احتياجاتهم الرئيسية من المعلومات. يبدأ هو في تطوير النموذج المبدئي مباشرة دون الحاجة للمرور بالخطوات كما في النموذج التقليدي. يقوم هو بإنشاء نموذج مبدئي، ثم يتم استخدام هذا النموذج، يتم عرض النموذج واستخدامه من قبل المستخدمين المختلفين، عرضه للاستخدام وتشجيع هؤلاء المستخدمين على استخدامه، مع العلم أن هناك قد يظهر بعض المشكلات الغير مكتملة. هنا يظهر سؤال، هل رضى المستخدم أم لا؟ إذا لم يحدث رضاء للمستخدم فسوف يقوم بتعديل وتعزيز النموذج والعودة مرة أخرى إلى مرحلة استخدام النموذج. إذن هناك احتمالية من اثنين، إما بعد استخدام النموذج فأول مرة، إما أن يحدث رضا أو لا يحدث رضا. إذا لم يحدث رضا ففي هذه الحالة سيتم تعديل وتعزيز النموذج والعودة إلى مرحلة استخدام النموذج مرة أخرى. والسؤال مرة أخرى هل تم رضاء المستخدم؟ إن كان المستخدم لم يتم رضاؤه بشكل كامل أيضا لا مانع من أن يقوم بتعديل وتعزيز النموذج مرة أخرى والعودة إلى استخدام النموذج بشكل تجريبي مرة ثانية. في حالة أن المستخدم قد رضي أخيرا ينتقل نهائيا إلى مرحلة تشغيل النظام بشكل مستمر.
إذن هذه الطريقة سميت نموذج تجريبي لأنه يعتمد على نموذج مبدئي، وهذا النموذج المبدئي أنا أعلم مبدئيا أنني سوف أقوم بالتعديل عليه. أنا في النموذج التقليدي أو في الطريقة التقليدية نحن نتحرك خطوات ثابتة ومحددة، وأنا أعلم أنني أصل إلى الشكل الصحيح بالطريقة الصحيحة حتى لا أضيع الخطوات المختلفة. لكن هنا أنا بقوم بإنشاء النموذج بناء على بعض المطالبات، بناء على مقابلات شخصية، بناء على استبيانات مع الموظفين وخلافه، وبناء عليها أنا بقدم نموذج مبدئي، وهذا النموذج المبدئي يتم استخدامه. وإذا كان هناك رضا للعميل فأنا بشغل النظام بشكل نهائي، وإن لم يكن هناك رضا فبدخل بهذه اللوب أو هذه التكرار بأن أنا أعدل النموذج واستخدمه. فإذا كان هناك رضا أشغله، إذا لم يكن أعيد الترديل والتعزيز وهكذا. وهذه هي خطوات بناء النموذج التجريبي. جاذبية هذا النموذج التجريبي أو مميزاته، إن كل من المستخدمين والمطورين يحبذون النموذج التجريبي لأسباب. إيه هي؟ أولا تحسين الاتصال بين المطورين والمستخدمين، دائما هناك تواصل بين المحلل والمستخدم. ثانيا يمكن أن يعمل المطور عمل أفضل لتصميم احتياجات المستخدم مع التواصل معه. ثالثا يلعب المستخدم دورا أكثر نشاطا في تطوير النظام، فهو involved هو تطوير النظام، يشعر بهذا التطور، يقضي المطورون والمستخدمون وقتا وجهدا أقل في تطوير هذا النظام، سيكون التنفيذ أكثر سهولة لأن المستخدم يعرف ما يمكن أن ينتج هذا النظام. هذه هي جاذبية النموذج التجريبي، ولكن كما أن له جاذبية فإن له مخاطر يجب أخذها بالاعتبار. إن النموذج التجريبي لا يخلو من مخاطر والتي تتضمن ما يلي. أولا أن السرعة في تقديم النموذج التجريبي قد تؤدي إلى اختصار تعريف المشكلة وتقييم البدائل والوثائق، وبالتالي قد لا يكون هي الصورة الصحيحة التي يجب أن أخذها بالاعتبار. يمكن أن يصبح المستخدم ثائرا حول النموذج التجريبي، وهذا يقود إلى توقعات غير واقعية من ناحية إنتاج النظام. يعني المستخدم لما بيجي يتكلم بانطلاق لا يرى حدودا لاحتياجاته، قد يقدم احتياجات هو في الحقيقة لا يحتاجها، في الحقيقة هي ليست هي المطلوب أو هو يجب أن يكون واقعيا، ليس واقعيا في اختيار اختياراته أو تحديد متطلباته والمعلومات دي. هذا يقود إلى توقعات غير واقعية من ناحية النظام، فيطلع نظام بيقدم وظائف ليست واقعية حقيقة. النموذج التطوري النشوئي قد لا يكون فعال جدا، النموذج الأول اللي بنطلعه المبدئي قد لا يكون فعال جدا، فده يؤدي إلى خطوات متعددة لتحسينه وتحسين أدائه بشكل عام. قد لا تعكس الواجهة البيانية التي تزود بأدوات النموذج التجريبي أسلوب تصميم جيد هذه الواجهة البيانية، لأنها اعتمدت على احتياجات المستخدم، قد لا تكون مزودة بأدوات جيدة في النموذج التجريبي، وهذا يؤدي إلى زيادة العمل لتحسين مثل هذه الواجهات البيانية. الطريقة الثالثة من طرق تطوير أو بناء نظام البدائل هي تطبيقات الحزم البرمجية. ببساطة يمكن بناء نظم معلومات اعتمادا على تطبيقات جاهزة اسمها تطبيقات الحزم البرمجية. هي قواعد مكتوبة مسبقا لتطبيقات عامة في جميع منظمات الأعمال بشكل عام، مثلا تطبيق للمبيعات، تطبيق للمشتريات، تطبيق للمخازن، تطبيقات جاهزة يمكن أخذها واستخدامها مباشرة داخل المنظمة، متوفرة تجاريا للبيع أو الاستئجار مثل سجل الرواتب والحسابات المدينة والدائن والمخزون والأستاذ وخلافه. كل هذه التطبيقات موجودة وجاهزة ويمكن شراءها بشكل مباشر. تستطيع الشركة أن توفر المال والجهد والوقت ببساطة باستخدام حزم برمجيات مصممة ومختبرة مسبقا، حيث أن موردي الحزم البرمجية يعملون على إدامة تلك الحزم البرمجية ويعززون الحفاظ على النظام فنيا، ويعملون على تطوير الأعمال، فهي نظام عام قد يفي بمتطلبات العديد من المنظمات بشكل
بشكل عام. أما في حال وجود متطلبات خاصة جوهرية للمنظمة، فإن باستطاعة المنظمة اللجوء إلى طلب تعديل البرمجيات لمقابلة احتياجاتها الخاصة دون تقويض تطبيقات الحزم البرمجية القائمة. أما إذا كانت التعديلات المطلوبة كبيرة فهذا سيكون مكلفا بشكل كبير. يعني ببساطة أنت ممكن تروح تشتري تطبيقاتك التي ستطبقها، ولكن هل هي مناسبة ومناسقة لمتطلبات المنظمة؟ هل هي تناسب منظمتك بشكل عام؟ هذه التطبيقات بتعمل بشكل عام، هي تطبيقات صالحة لمعظم المنظمات، ولكن هل أنت راضي عن هذا الشكل؟ هل أنت ترضى أن يكون التطبيق اللي يستخدمه هو تطبيق يستخدمه الآخرون، يعني غير مميز عنه بشيء؟ مش كده ولا إيه؟ إذا حصل فأنت هنا لها ميزتها أن هي سريعة، أنها جاهزة، أنها مجرد بناخدها كبرنامج ونستخدمه مباشرة، بسريعة لأنها لا تأخذ وقت في تصميمها ولأنها جاهزة، ولكنها يندرج تحتها أولا أن كل أنه يمكن أن أكون مثل الآخرين غير مميز عليهم في النظام الذي أستخدمه، وثانيا أن أكون أنا أن تكون هذه الأنظمة مشابهة لتلك التي يستخدمها الآخرون، فليس لي تميز على هؤلاء الآخر. يقول محلل النظم، إذن كما قلنا نحن نحتاج إلى اختيار هذه الحزم. يقوم محل النظم بتقييم الحزم البرمجية عند تطوير النظام عن طريق الحزم البرمجية، وإن من أهم معايير تقييم الحزم البرمجية لما نيجي نقيمها نقول أيهم أفضل، لأن هناك الكثير منها، الوظائف التي يمكن أن تقدمها في الحزم، مرونة هذه الحزم، استخدامها الآمن، موارد البرمجيات والأجهزة، متطلبات قاعدة البيانات وجهود الإنشاء والصيانة الوثائقية ونوعية المورد والكلفة. إذن كل هذه معايير عند اختياري للحزمة البرمجية. أنا قررت أن أتعامل مع الحزمة البرمجية مباشرة دون الحاجة للمرور بكل ما سبق من طرق للتحليل والتصميم وخلافه، فنحن هنا سوف نشتري ما نريد، ولكن هناك معايير يجب أن تختار بناء عليها الحزمة البرمجية لأنها كثيرة. هذه المعايير هي وظائف التي يمكن أن توفرها، هل هي مناسبة لي أم لا؟ ثانيا المرونة، هل هي مرنة بحيث أنني يمكن أن أغير فيها وأحدث فيها بشكل أو آخر؟ استخدام الآمن، هل هي آمنة أم لا؟ موارد البرمجيات والأجهزة المتاحة، متطلبات قاعدة البيانات وجهود الإنشاء والصيانة الوثائقية، وأخيرا نوعية المورد والكلفة التي تقدمها لنا هذه أو التي ندفعها في هذه الحزمة. وتعتمد عملية تقييم الحزم البرمجية على متطلبات المخطط والتي تحتوي قائمة تفصيلية من الأسئلة مقدمة إلى مورد الحزم البرمجية، وعند اعتماد الحزم البرمجية توضع في الاستخدام ويجري العمل على أي تكييف مطلوب في الإجراءات للتعامل مع الحزم البرمجية المتاحة. الطريقة الرابعة هي تطوير المستخدم النهائي. ما معنى كلمة تطوير المستخدم النهائي؟ يمكن أن تطور بعض نماذج نظم معلومات بواسطة المستخدم النهائي، المستخدم منفردا أو بمساعدة قليلة من متخصصين فنيين. المستخدم النهائي يمكن أن يطور النظام باستخدام بعض اللغات أو أدوات برمجية زي لغات الجيل الرابع الفورس سيميوليشن، لغات التمثيل البياني، أو أدوات برمجيات الحاسوب الشخصي. كل دي أساليب أو أدوات يستخدمها المستخدم النهائي لتطوير نظام موجود عنده بالفعل. وهنا نلاحظ أن المستخدم الأخير يحتاج للوصول إلى البيانات وإنشاء تقارير مختلفة وإنشاء نظم قواعد بيانات صغيرة بحيث تمثل هذه البرامج حلولا جزئية للمشاكل التي يعاني منها في نظم المعلومات، علما أن العديد من نظم تطوير المستخدم الأخير يمكن أن تنشأ بسرعة أكبر من دورة حياة النظم التقليدية، لأن هو اللي يعملها المستخدم هو يعني. ولكن أكيد لها عيوب، لأن هذا المستخدم قد يكون غير مختص أو قد يخرج أشياء ناقصة كثيرا، لأن المحلل له رؤية نحتاجها كثيرا. إيجابيات ومحددات تطوير المستخدم النهائي: أولا تشمل تضمين ورضا أعلى للمستخدم في النظام، لأنه هو الذي يقوم بعمل النظام أو بالتطوير على النظام، فهو سيكون راضي بالتأكيد عن النظام الذي قام به.
لا زالت تطبيقات الجيل الرابع غير قادرة على إحلال أدوات مألوفة لبعض تطبيقات الأعمال لعدم سهولة معالجة عدد كبير من تطبيقات المعاملات بمنطق إجرائي واسع. مش كل شيء تحت السيطرة، مش كل شيء موجود في واحتياج موجود داخل النظام نستطيع أن ننجزه باستخدام تطبيقات الجيل الرابع، لأن يعني هي لا تغطي كل المناطق بشكل عام، هناك مناطق غير مغطاة بشكل عام. يحمل تطوير المستخدم النهائي بعض المخاطر التنظيمية، لأن عملية التطوير تحدث خارج الآلية التقليدية، لأنه غير متخصص فقد يكون هناك مخاطر تنظيمية معينة قد لا يأخذها بالاعتبار. قد يكون التوثيق غير ملائم، خاصة عندما ينشأ النظام سريعا دون عملية التطوير الرسمي التكنولوجي والاختبار. وفي هذه الحالة عند حدوث مشكلات مع النظام، لن يمكننا العودة مرة أخرى وتحسين هذا النظام بشكل أو آخر، أو تعديل هذا النظام إذا حدثت مشكلات، لأننا لم نوثقه بشكل منطقي أو بشكل رسمي كما نقول. يمكن أن تفقد عملية التطوير السيطرة على البيانات، خاصة عند خروج النظام إلى الأقسام الخارجية. هنا نتكلم عن فكرة الأمان أو أمن المعلومات، لأن البيانات عندما تخرج فأنا لأنها خارج إطار نظام محدد أنا عامله لمنطقة محددة، فأنا هنا فقدت السيطرة على تلك البيانات، وبالتالي قد يحدث فيوليشن لمعلومات لا يجب يعني خسارة هذه المعلومات. هنا لابد للإدارة من السيطرة على تطبيقات المستخدم الأخير، حتى تستطيع تعظيم الثوائب من تطوير تطبيقات المستخدم الأخير، وذلك ممكن يتعمل كالتالي. بما إن هو فيها خطورة كتيرة كده، يبقى لازم الإدارة تسيطر على تطبيقات. أولا طلب مبررات التطوير ودراسات الكلفة من مشروع نظام معلومات المستخدم الأخير، حيث الإدارة تطلب مبررات لماذا نريد التغيير وكيف سيتم التغيير. دعم وتدريب المستخدم النهائي وتزويده بالأدوات اللازمة ونصائح الخبرة اللي تعمل على زيادة إنتاجيته، مثل إيه؟ مثل تأسيس أجهزة وبرمجيات ومعايير نمطية لتطبيقات المستخدم الأخير بشكل عام. هنا نحن نحاول أن نسيطر على تلك المشكلات التي يؤديها هذا المستخدم الأخير عديم الخبرة في مجال التنظيم الإداري بشكل عام، مما قد يؤدي إلى مشكلة. الطريقة الأخيرة في طرق بناء نظام البدائل هي التزود من الخارج. يمكن للمنشأة استئجار متخصصين لتزويدها بالخدمات المختلفة من الخارج في حالة عدم رغبتها باستخدام الموارد الداخلية في بناء أو تشغيل نظم المعلومات. ويشمل التزود من الخارج استخدام عمليات مركز حاسوب وشبكات الاتصالات وتطوير التطبيقات. هنا الفكرة استخدام إمكانات الآخرين في تفعيل إمكانات في تفعيل وظائف أريد أن أقوم بها أنا. ممكن أن تستأجر متخصص يقوم بتزويدها بخدمات محددة، ولا أضطر إلى عمل هذه الخدمات بنفسي داخل المنظمة. انتشرت طريقة التزود من الخارج في بعض المنظمات، لأن المنظمات بدأت تشعر بأن هذه الطريقة ذات فعالية أكبر من حيث التكلفة، إذ أن المورد الخارجي يتمتع بدرجة اقتصادية أعلى، حيث يخدم عدد أكبر من المنظمات ويمتلك خبرات متخصصة. ولكن لا تجني جميع المنظمات الفوائد الكاملة من طريقة التزود من الخارج، إذ يمكن أن يسبب التزود من الخارج سلسلة من المشكلات للمنظمة إذا لم تفهم جيدا طريقة التزود من الخارج وإدارة هذا التزود من الخارج. ناهيك عن مشكلة أساسية وجوهرية كبيرة جدا في هذه النقطة، ألا وهي أننا عندنا مشكلة تحديد الأمن للمعلومات وصلاحيات التعامل مع هذه المعلومات. طالما أن المزود خارجي فنحن مزود خدمة خارجي، فنحن في مخاطرة أن احنا نتعامل مع أو نخرج هذه المعلومات خارج إطار المنظمة، وقد يكون هذا مرفوضا بشكل أو بآخر. في
في النهاية لابد للشركات من التقييم الصحيح للتزود من الخارج أو تشغيل التطبيقات بحيث تعطي الشركة بعض المزايا التنافسية. هنا سوف نتكلم بعد أن تكلمنا على الأنواع الخمسة من طرق بناء نظام البدائل، سوف نتكلم على مميزات وعيوب كل من هذه الطرق. بالنسبة لدورة حياة النظام فإن مميزاتها تتلخص فيما يلي: ضرورية للنظم الكبيرة المعقدة والمشروعات، عدم تجاهل أي متطلب من متطلبات التحويل، يمكن العمل نظاميا من خلال الخطوات المتسلسلة. أما عن عيوبها فهي أنها بطيئة ومكلفة، ووجود وثائق كثيرة جدا من جراء العمل الكتابي، وإدارة روتينية تأخذ وقتا في الانتقال من الأفكار إلى نظام عمل حقيقي. من جهة أخرى بالنسبة للنموذج التجريبي فإن مميزاته تأتي فيما يلي: أولا أنه سريع التنفيذ ومعقول التكلفة، ثانيا أنه مفيد عندما تكون الاحتياجات غير مؤكدة، مفيد في حالة الواجهة البيئية المستخدم، يساعد على توضيح متطلبات المستخدم من خلال مشاركته في تطوير النظام. أما عن عيوبه فهو أنه غير ملائم للنظم المعقدة الكبيرة، ويمكن أن يسبب الاضطراب في التحليل والتوثيق والاختبار. أما عن تطبيقات الحزم البرمجية فإن مميزاتها تأتي كما يلي: تقليل احتمالات التأخر في التصميم والبرمجة والإنشاء والإدامة، ثانيا يمكن أن توفر الوقت والكلفة عند تطوير تطبيقات أعمال عامة، ثالثا تقلل من الاحتياجات لموارد نظم المعلومات الداخلية، رابعا التوثيق المناسب الذي يمكن الحفاظ عليه. أما عن عيوبها فهي قد لا تقابل متطلبات المنظمات الجوهرية، ثانيا قد لا تستطيع إتمام العديد من وظائف الأعمال، ثالثا يرفع الإنتاج حسب طلب المستفيد من كلف التطوير، ورابعا يتم ضبطها وإدامتها من قبل شركات أخرى، وده بيؤدي إلى مشكلة الأمان كما قلنا سابقا. أما عن تطوير طريقة تطوير المستخدم النهائي فلها مميزاتها: بناء نظم مراقبة المستخدم توفر من كلف وزمن التطوير، وتقلل التطبيقات غير المنجزة. أما عيوبها فيمكن أن تقود إلى تكاثر النظم والبيانات ليست تحت السيطرة، ولا تقابل النظم دائما جودة ومعايير نمطية. أخيرا التزود من الخارج لها مميزات، منها أنه يمكن أن تقلل من الكلفة والسيطرة عليها، ثانيا إنتاج نظم عندما تكون الموارد الداخلية غير متوفرة أو تكون التكنولوجيا ضعيفة، ثالثا يضبط المستخدم برامج التطبيق ويستطيع تغييرها عندما يتطلب ذلك. أما عن عيوبها فهي أنها تقلل من السيطرة على وظائف نظم المعلومات، لأن البرمجة يكون بها إناث خارجيون، ثانيا اعتمادية على تقنية مباشرة حيث الرخاء الاقتصادي الخارجي للموارد، ثالثا يتطلب تدريجيا الاستشارة والصيانة من قسم نظم المعلومات عند شراء العديد من الأنظمة. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على أساليب تغيير أو أساليب تطوير نظم المعلومات الإدارية. قلنا تكلمنا عن خمسة أساليب رئيسية، تكلمنا عن النموذج التقليدي أو دورة حياة النظام، تكلمنا عن النموذج التجريبي، تكلمنا عن تطبيقات الحزم البرمجية، تكلمنا على تطوير المستخدم النهائي، وتكلمنا أخيرا على التزود من الخارج لكل منها وطريقة عمل كل منها وخطواتها مميزاتها عيوبها. أشكركم حتى هذه النقطة، ونستكمل كلامنا إن شاء الله في محاضرتنا القادمة. لكم مني كل الشكر والتقدير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.